ويا قلبي الشجر المقلوب بعطش إليكي وحني وجوع ياللي انت حبك حرية في العشق ولا شيء ممنوع ياللي انت حبك حرية في العشق ولا شيء ممنوع يا السمرة يا السمرة والضعيفة كانت في فترة من فتراتنا كانت هي صاحبة الصوت العالي. فإن أنا أقاوم الأغنية دي أقاوم الشكل ده كان محتاج لنوع من الـ من الـ من الصبر وفي نفس الوقت مع خط متوازي معاه إن تخلقي فن مختلف فن جديد فن علاقتك محمد منير يعني مع هذا الجمهور اللي عم تحكي عنه بتقول مثل علاقة شهيق وزفير يعني هالقد بتحسوا ببعض هالقد بتتنفسوا بعض انت وجمهورك رغم انه كتير اليوم لما بيبسطوا الاغنية لما بخلوة تكون تافهة بعض الاحيان بيقولوا الجمهور عايز كده بينما بتجربتك بنعرف الجمهور عايز ايه المشكلة بالجمهور يما المشكلة بمين بالفوليوم بتاع الصوت كيف يعني يعني لو في قبح في حياتنا فصوته عالي باين ولو في جمال موجود بس عايز بحث وتحري وده مش مطلوب من الجمهور الجمهور عايز الشيء الجاهز بس ممكن بعد فترة تحصل له لحظة إدراك احتياج للأغنية الأفضل احنا عمرنا ما رفضنا الأغنية اللي فيها هيصة وتنتقديها دي لأن الفن مكوناته كده فن لازم يكون فيه نعنشة فيه نعاش روحي وفي فن يسلي وفي فن فيه مضمون بس كله مع بعض كله مع بعض شيء شيء جميل وحلو صوت سليم أو صوت مسليم صوت سليم 100% الليلة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة إلى رئيس جمهورية الفن إلى الزعيم إلى الملك إلى مين أحب الألقاب لألك مين إلا لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد عن حب تلقى ألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في
قلبه يحكي لك حكاية وكفاية لما نتلاقيه فتح جراحه يناديك ويقول تعالى حضني ده انت وحشني موت طعم الحاجات بيع الساعات وقوامي يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت الملك محمد منير إنه من توجته الجماهير العربية ملكا أرسل SMS على الرقم 95237 واكتب فيها رقم 3 هيوصل لك ملخص لحلقة اليوم للملك محمد منير في النهاية الحياة بدتني صدارة فقط على تلفزيون الحياة